أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أهلها ما جالت إلا لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء كأنها جان ولا مدبرا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يغفر بعضكم لبعض ويغفر بعضكم فلنفق لكم النار وما لكم من عذاب أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعملوها أكثر مما الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة لا تأتينا
تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة ومن الجن